قتل لوبو عدو الثلثو الأول بعد أن تمادى كثيرا، وهكذا عاد ثلثو منتصرا إلى العاصمة برفقة القائد عبد الرحمن وصديقيه اللذين حققا أعمالا مجيدة في أثناء القتال. ولكن عبد الرحمن لم يكن ليتخيل أن هذا الحادث سيجعله الهدف التالي في الصراع مع ثلثو. أشكرك على أعمالك العظيمة في القتال يا توتسو. أشكركم يا سيدي الإمبراطور، وأقدم لكم القائد عبد الرحمن الذي ساعدني. أهلا بك أيها القائد الشاب، لقد سمعت عن نبلك وشجاعتك، أهنئك. أشكركم يا سيدي. خبير الأنساب والعائلات في البلاط أخبرني أنك من أسرة عريقة. نعم، أخبرتني والدتي أن أسرة خانقان معروفة بتاريخها النظيف وبنبل أصولها يا سيدي. أنت من هذه العائلة حقا؟ كان لجدك على ما أذكر مركزا كبيرا. والآن يا كبير الحجاب اقرأ لنا شجرة الأنساب. حاضر يا سيدي. عائلة خانقان، الجد الأكبر اسمه نظام، وقد أنجب 14 ولدا. الولد السابع اسمه أمين، وبعده جاءت 7 أجيال منهم جد عبد الرحمن الذي كان أمين سر الإمبراطور جدكم، وقد أنجب والد عبد الرحمن الذي كان فارسا عظيما، وهذا هو عبد الرحمن ابنه. إنه أحد أصدقائنا المخلصين. أجل أيها الإمبراطور، هذا يسرنا جميعا. بالطبع يا عزيزتي. عبد الرحمن، اتضح أن لنا تاريخا مشتركا، هذا شيء رائع. لي الشرف بذلك. ستكون مساعدي الأيمن. تسوتسو، اعتني جيدا بالقائد عبد الرحمن وحافظ على حياته، فأمره يهمني جدا كما ترى. اطمئن لهذا يا سيدي الإمبراطور. أنت تستحق كل التقدير والاحترام يا عبد الرحمن. إن كلماتك اللطيفة تشعرني بالاعتزاز والفخر يا سيدي الإمبراطور. يجب أن نحتفل بهذه المناسبة وفي هذه الليلة. سنقيم احتفالا كبيرا على شرف القائد عبد الرحمن إذن. هذا رائع، فلتستعدوا من أجل الاحتفال. سيدي، أنا خائف مما يجري من حولنا، وأخشى أن يصبح لعبد الرحمن حظوة كبيرة لدى الإمبراطور على حساب مركزك. ألم تلاحظ كيف احتفى الإمبراطور كثيرا بعبد الرحمن في أثناء الوليمة؟ بما أن عبد الرحمن في العاصمة فهو في قبضتي، لا داعي للقلق بهذا الشأن، اطمئنوا. هذا صحيح، ولكن ماذا بشأن السيطرة على البلاد بدلا من الإمبراطور؟ لا أريد أن أسمع منك أشياء كهذه يا شانجيو، فما زال هناك الكثيرون من الأتباع المخلصين للإمبراطور. من أجل هذا يجب أن تبقى عيوننا مفتوحة. أجل، لذا أفكر في دعوة الإمبراطور وعبد الرحمن. إلى أين؟ إلى رحلة صيد بعيدة عن العاصمة، وهناك سأتحقق مما أفكر به. هل سأرافقك يا سيدي؟ أجل، وستكون إلى جانب كبير الحاشية. استعد. وفي أحد حقول الصيد بدأت مباريات المهارات. ركب تسوتسو حصانه وسار بجانب الإمبراطور، وطلب من ضباطه المخلصين الحذر في حراسته. هل لاحظت يا حمزة كيف أن قوس وسهام الإمبراطور تصدر أشعة براقة؟ أخفض صوتك يا حكمة لكي لا ينتبه الإمبراطور إليك. اسكت. ارميه يا عبد الرحمن. حاضر. نجح. إنه غزال. ها؟
أرني مهارتك يا تسوتسو. وقح. أصابه. سهم ذهبي. إنه سهم الإمبراطور. أصاب الإمبراطور غزالة كبيرة. عاش الإمبراطور. أنتم مخطئون. أنا الذي أصبت الغزالة وليس الإمبراطور. أنت رامن ماهر جدا أيها القائد تسوتسو. هذا بفضل الإمبراطور وسهامه. والآن إلى الرياضة التالية. ياه، ألا يقتل هذا الرجل من نفسه؟ لن أسامحه أبدا. لقد عمل الإمبراطور بوقاحة وكأنه ليس من حاشيته. لابد أن يدفع ثمن تصرفه الوقح. لماذا أوقفتني يا عبد الرحمن؟ لم يكن بإمكاننا أن نواجه تسوتسو اليوم لأنه حضر ومعه أتباع كثيرون، ولهذا السبب أوقفتك. هذا غير صحيح. لو حصل ذلك لكنا هزلناهم. لا أستطيع أن أتغاضى عن طريقة تسوتسو في التبجح. لقد حاول أن يبرهن أمام الحاشية أنه أكثر قوة من الإمبراطور. أنت رجل مخلص يا حمزة، ولكن من يدري لو نشبت الحرب فربما يصاب الإمبراطور بأذى. ولو حصل ذلك لكان بسببنا. هل فهمت كلامي يا حمزة؟ آسف يا عبد الرحمن، لم أفطن لهذا. لا بأس، كان من صالحنا أنه لم ينتبه أحد لتصرفك. ولكن يعز علي أن يحدث أي مكروه للإمبراطور بسببنا. لم يعد بمقدور الإمبراطور أن يتحمل تبجح تسوتسو، لذلك قرر التخلص منه فأرسل رسولا سريا إلى قائد قوات الخيالة تانك شانغ، فاستجاب هذا لطلب الإمبراطور فورا. وخاطت الإمبراطورة الرسالة السرية في حزام حتى لا تصل إلى يد تسوتسو. أنا في خدمتك دائما يا سيدي الإمبراطور. أنا بحاجة ماسة إليك يا تانك. كنت أذكرك يوم أمس، وأتذكر ذلك اليوم عندما أنقذتني في العاصمة الجديدة وعدت بي إلى قصري القديم. إن هذا واجبي، فأنا رهن إشارتك دائما يا سيدي. أنت تعرف أننا أسسنا هذه الإمبراطورية منذ مئات السنين ودفعنا دماء غالية للمحافظة عليها. يجب أن نعمل من أجلها دائما. إنها بلادنا التي نحبها، لكني أتألم كثيرا عندما أراها ممزقة هكذا. ومع أنني من نسل سلف عظيم، لكنني أشعر بالخجل اليوم. هذا لأنني كما ترى أبدو مثل دمية صغيرة في يد تسوتسو، هذا الماكر الذي يطمع بالحكم. أعرف أنك تتألم، وأنا على استعداد لأقدم لك أي مساعدة تطلبها يا سيدي. أنت رجل شجاع، سأعتمد عليك بشكل دائم. سأعطيك هذا الثوب والحزام مكافأة لك. أشكرك يا سيدي الإمبراطور، فهذا شرف لي. عليك أن تتفحصه جيدا يا تانك. هل فهمتني؟ أجل. يبدو الإمبراطور خائفا. ترى ما الذي يوجد داخل الحزام؟ انتظر أيها العجوز. أنا بخدمتك يا سيدي القائد. لم أرك في زيارة هذا القصر منذ مدة طويلة جدا. ما هذا الثوب الذي تحمله بين يديك؟ لقد أهداني الإمبراطور هذا الحزام والثوب مكافأة لي، لأنني حاربت ضد المتمردين عندما غادر العاصمة الجديدة عائدا إلى العاصمة الأساسية. ولكن لماذا تذكر الإمبراطور ذلك بعد هذه المدة الطويلة؟ لا أعرف، فالإمبراطور وحده يقرر متى يقدم المكافآت. كلامك هذا مقنع. هل يمكن أن أرى هذه الهدية؟ لا أستطيع. غير معقول. هل ترفض طلبي هذا؟ لم أقل شيئا، تفضل. آه،
ما رأيك بهذا الثوب؟ ألا يناسبني أكثر منك؟ أعطني إياه. لا لا أرجوك، فهو هدية من سيد الإمبراطور. وأنت ترفض دائما. هل خبأت شيئا بداخل الحزام؟ إذا كنت مصرا على ذلك فسأعطيك إياه. لا كنت أمزح معك فقط، فمن العار أن يسرق المرء الهدايا من غيره، أليس كذلك؟ هدية قيمة، احتفظ بها لنفسك. شكرا لك يا سيدي وأرجو المعذرة. بوجود شخص أناني مثل تسوتسو لا أستطيع أن أنعم بالأمن. إنه رجل ماكر وخطير ولا يتوانى عن فعل أي شيء مهما كان سيئا في سبيل مصلحته. أما بالنسبة لي فعندما أتذكر الأعمال العظيمة التي قام بها أجدادي فإنني أشعر بالخجل من هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والناس هنا. أطلب منك أن تحشد كل الرجال المخلصين والذين يحبوننا، وذلك للقضاء على تسوتسو وشره. وهكذا اجتمع القادة المخلصون الذين يحبون الخير لبلادهم وشعبهم، ووقعوا وثيقة مهروها بالدم، وتعاهدوا على الوفاء حتى ولو كلفهم ذلك حياتهم. وفي ذات ليلة زار تانغ شانغ القائد عبد الرحمن في بيته. لدي سؤال أريد أن أسألك عنه يا عبد الرحمن. في اليوم الذي خرجنا فيه للصيد وضع حمزة يده على سيفه، أليس كذلك؟ لقد لاحظت سوتسو هذا التصرف ويبدو أنه لن يسكت عنه، فأرجوك أصدقني حقيقة هذا الموقف. جاء تانشان إلى هنا بأمر من سوتسو، سوف أقتله. انتظر. حسنا سوف أقول لك الحقيقة. لقد غضب حمزة من موقف القائد تسوتسو مع الإمبراطور وأراد قتله. لو كان كل الأشخاص المحيطين بالإمبراطور مخلصين مثل حمزة لما وصلت البلاد إلى هذا الشكل من الفوضى. سأريك شيئا مهما. وثيقة ممهورة بالدم؟ لقد تلقيت رسالة سرية من الإمبراطور، فجمعت القادة الذين يحملون نفس الرأي لقتل القائد تسوتسو لأنه رجل خطير على مستقبل البلاد. أرجوك يا عبد الرحمن قف إلى جانبنا، فكل القادة الشرفاء يتمنون أن تفعل ذلك. أنا في جانبكم أيضا. كنت أعرف سلفا أنك ستقف إلى جانب الحق لأنك قائد شريف ومحب للخير والسلام. كلنا نتمنى أن نفعل ذلك. وأنا أنتظر هذه الكلمة منذ زمن طويل يا عبد الرحمن. يجب أن نعد الخطة بحذر وألا نتصرف باندفاع وطيش لتحقيق هذا الهدف. نعم الرأي، وأنا سأخبر الجميع بذلك ليكونوا حذرين في كلامهم وأفعالهم. لم نلتقي منذ زمن يا عبد الرحمن. سمعت أنك تقضي معظم أوقاتك في العمل والحقول هذه الأيام. نعم، فأنا أحب العمل في الزراعة خلال أوقات فراغي، إضافة إلى أن العمل مفيد للصحة. كنت أظن أنك لا تهتم بأشياء صغيرة كهذه، ولكنك دائما متميز في تصرفاتك على نحو لا يستطيع أن يتوقعه أحد. حسنا تفضل. أشكرك على كرمك البالغ. الجو غائم اليوم، أعتقد أنها ستمطر بغزارة. انظري تلك الغيمة المحملة بالمطر، إنها مخيفة ولكنني أحب هطول المطر. قل لي، هل رأيت حرباء وأنت تعمل في الحقول يا عبد الرحمن؟ نعم، ولماذا تسأل؟ وهل تعرف أن الحرباء تستطيع أن تبدل لونها حسب ظروف الطبيعة؟ هناك رجال كالحرباء يقومون بفعل ذلك، ولكنهم ما يلبثون أن يظهروا. بالطبع عندما تكون هناك فريسة. شيء غريب. أنت شاب ذكي وخبير في شؤون البلاد كلها، ترى من هو برأيك بطل هذا العصر؟ القائد شياو في مقاطعة نان. أبدا، شياو مجرد سلحفاة صغيرة سأسحقها في وقت قريب. لابد أنه القائد شويو. شويو قوي لكنه يبقى صغيرا. إذا من هو البطل الحقيقي؟ طبعا من وجهة نظركم أيها القائد. البطل هو صاحب الطموح.
والقادر على قيادة الآخرين ولديه إمكانية للتخطيط بشكل ذكي جدا دون أن يكتشفه أحد. ومن هو هذا الشخص الذي لديه مثل هذه الصفات؟ أنت. أنا؟ أجل، يوجد بطلان حقيقيان في هذا الوقت، أنت والقائد تسوتسو. لم أكن أتوقع أبدا أن يخاف عبد الرحمن من صوت الرعد. أنا أخاف فعلا، وهذا الأمر يجعلني أخجل من نفسي. شيء مضحك أن تخاف من صوت الرعد. أيها الرجلان توقفا، ابتعد عن طريقي. عبد الرحمن، لماذا جئتما إلى هنا؟ حمزة، حكمة، لم أدعوكما إلى بيتي. سمعنا أن وليمة تقام هنا فجئنا للمشاركة فقط. أرجوك سامحهما، فهما متسرعان في تصرفاتهما. كما تريد يا عبد الرحمن، ولكن إياكما أن تفعلا معي مثل هذه التصرفات مرة ثانية، أسمعتم؟ حاضر. صرفوا. لقد أثقلت تمثيل دور خائف من الرعد يا عبد الرحمن. لم أنتبه أن عملك في الحقول كان مجرد حيلة لتخدع بها تسوتسو. انتبه جيدا، يجب ألا نثير شكوكه فينا بأي شكل، والآن حان الوقت لكي نعمل. طلب القائد عبد الرحمن من تسوتسو الإذن بالذهاب إلى نان لمحاربة القائد شياو الذي بدأ يزداد قوة وبطشا، وكانت حجته في ذلك أنه سمع أن شياو سيهاجم الإمبراطور في العاصمة. ووافق تسوتسو على الفكرة وأعطى عبد الرحمن قوة كبيرة لكي يقضي على شياو، لكن تسوتسو لم ينتبه إلى أن عبد الرحمن استطاع أن يخدعه وينطلق من جديد. هل تريد مغادرة العاصمة يا عبد الرحمن؟ نعم. سنشعر بالحزن عليك إن غادرتنا يا عبد الرحمن، نرجو أن تبقى هنا مدة أطول من ذلك. لقد عهدتكم على الإخلاص للإمبراطور ولمبادئي، ولو اضطررت إلى التضحية بنفسي، ولكن إن بقيت هنا فلن أستطيع أن أفعل شيئا في سبيل ذلك. هناك من ينتظر فرصة الانقضاض علينا، دعوني أذهب أرجوكم. على كل حال لن نقف في طريق تحقيق أهدافك النبيلة أيها القائد. اعتني بنفسك يا عبد الرحمن. حاضر. إننا نتطلع بشوق لرؤيتك ثانية يا عبد الرحمن، رافقتك السلامة. وافقت سوتسو على خطة عبد الرحمن لأنه كان يريد الحصول على موطئ قدم له في مقاطعة نان بعد أن يهزم شياو، أما عبد الرحمن فقد طار باتجاه نان بعد أن نجح في تضليل سوتسو. سيدي، لماذا أعطيت عبد الرحمن 50,000 جندي؟ ما فعلته يشبه إطلاق سراح نمر في الحقول. ماذا؟ إطلاق سراح نمر في الحقول؟ نعم، فبعد هذا لن يطيعك عبد الرحمن أبدا، لأنه أصبح يملك جيشا كبيرا. وماذا يستطيع أن يفعل وهو يعمل بزراعة الحقول ويخاف من صوت الرعد؟ لقد وقعت في الفخ، لأن عبد الرحمن عكس ذلك تماما، كان يمثل دور الخائف فحسب. معقول؟ كنت على قناعة دائمة بأن عبد الرحمن هو من أخطر القادة فعلا. تقصد أنه لم يذهب لقتال القائد شياو فينان؟ لا، سوف يقاتله، ولكن ليس من أجلك، بل من أجل طموحه ودعما للإمبراطور يا سيدي. سيرى، لقد خدعني هذا الجبان. حضروا. لقد أرسلهم تسوتسو. سأقتلهم. لا، تعالى معي. يأمركم القائد تسوتسو بأن تعودوا إلى العاصمة دون أي تأخير أيها القائد عبد الرحمن. أشكرك على جهودك، ولكن عندما ينطلق العملاق فلن يستطيع الصعلوك أن يعيده إلى القيود.
عليك أن تبلغ تسو تسو بأنني حصلت على أمر إمبراطوري بمغادرة العاصمة. من الأفضل لك أن تعود إليه فورا. بل من الأفضل لك أن تعود حيا، إلا إذا رغبت في أن أقطع رأسك في الحال. هيا اذهب بسرعة قبل أن أسحب سيفي. حسنا، إلى اللقاء. من الأفضل لنا ألا نعترض طريقهم، لا نريد أن نفقد رأسينا لنرجع. وأصبح النمر طليقا في الحقول. إنه عبد الرحمن، البطل الذي تنتظره البلاد كلها لتحقيق السلام والعدالة والخير، الرجل النقي والإنسان المخلص.